ان شاء الله هنتكلم في الفيديو دوت عن ظاهرة اللايتنينج وازاي نعمل بروتكشن اجينست لايتنينج فينومينا. ظاهرة اللايتنينج في البداية عشان نعرف هي بتبدأ ازاي، هي بتكون عبارة عن ان بيحصل احتكاك ما بين الهواء وما بين السحب. فلما بيحصل الاحتكاك دوت بيتكون في الاعلى السحابة شحنات موجبة بالشكل ده، وفي اسفل السحابة بتتكون الشحنات السالبة، وفي المقابل بيتكون على المبنى شحنات موجبة. وبالتالي لو جينا نبص كده للسحابة والمبنى هنلاقي هنا في شحنات سالبة وهنا في شحنات موجبة، فالمبنى والسحابة بقى مكنهم مكثف والعزل ما بينهم هواء. تمام. طب لو بدأ بقى يحصل او يزيد الاحتكاك ما بين السحابة والهواء ويزيد الاحتكاك لحد ما الشحنات اللي هنا عمالة تتراكم وعددها يزيد، وفضلت الشحنات هنا تتراكم وتزيد والشحنات تتراكم على المبنى هنا وتزيد لدرجة ان فرق الجهد ما بين الشحنات دي بقى اكبر من 30 كيلو فولت لكل سنتيمتر، وبالتالي هيحصل ان العزل اللي هو الهواء اللي ما بين السحابة وما بين المبنى هنا هينكسر، والعزل ده لما ينكسر هيحصل على شكل شرارة، وهو ده اللايتنينج بالظبط. يبقى اذا اللايتنينج ده هو عبارة، نقدر نلخصه ان هو عبارة عن تفريغ كهربي ما بين السحابة وما بين المبنى، وده بيحصل لما بيزيد الشحنات على السحابة وعلى المبنى، فبيكون فرق الجهد هنا اكبر من السترينث بتاع الهواء اللي هو 30 كيلو فولت لكل سنتي متر. طيب التفريغ اللي بيحصل دوت اللي هو يعني اللايتنينج لما بيحصل بجهد كبير جدا، بيوصل لملايين من الفولت، وبيوصل لقيمة كبيرة جدا من التيار، ممكن توصل ل 220 كيلو امبير او بتوصل بمتوسط يعني 40 كيلو امبير. اذا الجهد دوت لو نزل عندي، لو انا عندي مبنى، المبنى ده فوقه مثلا ماشينز، زي لو انا حاطط اي ماشين هنا زي مثلا التانك بتاع المية، او حاطط مثلا الموتور بتاع الاسانسير، او اي اجهزة معدنية فوق هنا، لو الجهد ارتفع عليها ممكن يحصل برضو كسر في العزل ما بين الاجسام بتاعة الماشينز دي، وبالتالي هيحصل برضو على شكل شرارة ويؤدي الى انهيار العزل. لو في كابلات فوق المبنى هيؤدي برضو الى انهيار العزل بتاع الكابلات، وبالتالي المبنى ده بيكون معرض لخطر. طيب اذا انا لازما ابدا احاول ان انا احمي المبنى بتاعي من ظاهرة اللايتنينج اللي بتحصل وبتؤدي الى مشاكل كتير زي اللي احنا لسه قايلينها. طيب علشان اعمل بروتكشن لاي سيستم زي ما احنا شرحنا قبل كده في نظام الايرسينج، قلت عشان اعمل ديزاين للايرسينج لازم اعرف المسار اللي بيمشي فيه الفولت كارنت بتاع الايرسينج، اللي هو لما يحصل عزل كسر في العزل ما بين الفيز وما بين الانكلوجر بتاع الماشين كان بيبقى فيه الفولت كارنت، كنت بشوف الفولت كارنت ده هيمشي في ايه، والحاجه اللي هيمشي فيها الفولت كارنت دوت كنت بقول ان اي حاجه يمشي فيها الفولت كارنت ده لازم اعملها ديزاين. نفس الكلام هنا برضو في اللايتنينج سيستم، اي حاجه هيمشي فيها هتمشي فيها الشحنات بتاعه اللايتنينج دي لازم اعملها ديزاين. وبالتالي السحابه بتكون عندي في البدايه هنا ويحصل كسر في العزل ما بينها وما بين المبنى، ويحصل هنا تفريغ للشحنات، فبالتالي لازم يكون في حاجه عندي هنا فوق المبنى تستقبل الشحنات دي، اللي هو ده مثلا، او مش لازم يكون رد، في كذا نظام هنشوفهم دلوقتي قدام شويه. يبقى اذا لازم يكون في حاجه هنا كده بتستقبل الشحنات بتاعه اللايتنينج دي. تمام. تاني حاجه لازم يكون في حاجه بتنزل الشحنات دي من فوق المبنى لحد تحت، لان انا عايز في الاخر افرغ الشحنات دي من فوق المبنى لحد الارض، عايز افرغها في الارض عشان اتخلص منها. يبقى اذا لازم في حاجه فوق تستقبل الشحنات دي بدل الاجسام اللي انا، او بدل الماشينز بتاعت اللي فوق المبنى. يبقى انا عايز دي هي اللي تستقبل الصعقه، مش الماشينز بتاعت اللي انا عايز احميها. يبقى اذا انا حاطط دي علشان هي اللي تستقبل الشحنات. طيب وحاطط حاجه هنا كمان هنعرفها اللي هي اسمها الداون كونتاكتور عشان تنزل لي الشحنات دي من فوق المبنى لحد الارض. تمام. واخر حاجه في السيستم هي الايرث ترمينيشن او البير بتاع الايرسنج اللي موجود في الارض هنا. يبقى اذا في الديزاين بتاعي انا هعمل ديزاين لثلاث حاجات، ايه هي؟ الحاجه الاولانيه اللي هي هتستقبل الشحنات فوق المبنى، ثاني حاجه الحاجه اللي هتنزل الشحنات دي من فوق المبنى للارض تحت، ثالث حاجه الايه البير بتاع الايرسنج. تمام. طيب انا دلوقتي لما اجي اعمل
ديزاين لللايتنينج بيتم على خطوتين اتنين. الخطوه الاولانيه ان انا اعرف الكلاس بتاع اللايتنينج بروتكشن سيستم، تاني حاجه ان انا اعمل ديزاين لتلات حاجات اللي انا لسه قايلهم، اللي هو الاير ترمينيشن سيستم اللي هي الحاجه اللي هتستقبل الشحنات فوق، الداون كوندكتور سيستم الحاجه اللي هتنزل الشحنات من فوق المبنى للارض، والايرث ترمينيشن سيستم اللي هو البير بتاع الايرثنج اللي انا هوصل بيه الداون كوندكتور. طيب الموضوع بيبدا ازاي؟ ان انا عايز او في الخطوه الاولانيه دي عايز اعرف اساسا المبنى ده محتاج ان انا اعمل له ديزاين لللايتنينج بروتكشن سيستم ولا مش محتاج. ما ممكن يكون المبنى ده اساسا مش محتاج ان انا اعمل له ديزاين لللايتنينج بروتكشن، لو كان مبنى مثلا مش طويل قوي، مبنى ارتفاعه صغير، او مبنى هو اساسا المبنى طوله مش كبير ومحاط بمباني طويله اطول منه بكتير، وبالتالي اساسا المباني دي هتحميه من لو حصل هتحميه من اللايتنينج لو حصل لايتنينج، وبالتالي مش محتاج ان انا اعمل له لايتنينج بروتكشن سيستم. طيب لو محتاج بقى، لو المبنى بتاعي محتاج لايتنج بروتكشن سيستم، يبقى اذا لازم اعرف الكلاس بتاع اللايتنج ده. اللايتنج بروتكشن سيستم ده هيبقى الكلاس بتاعه حاجه من اربعه هنشوفهم قدام شويه. يبقى اذا عشان نلخص الكلام ومحدش يتوه، انا دلوقتي هبدا الديزاين بتاعي ان انا عايز اعرف السيستم او المبنى بتاعي ده محتاج ان انا اعمل له لايتنج بروتكشن سيستم ولا مش محتاج. لو مش محتاج خلاص يبقى هنا الديزاين بتاعي وقف لحد هنا، المبنى خلاص مش محتاج، يبقى انا عامل ديزاين لايه؟ مش محتاج ديزاين لاي حاجه. طب لو المبنى محتاج بقى، يبقى انا اول خطوه محتاجها ان انا اعرف الكلاس بتاع اللايتنج بروتكشن سيستم اللي انا هعمله. بعد ما اعرف الكلاس من خلاله هقدر ان انا اعمل ديزاين للاير ترمينيشن سيستم او الداون كوندكتور سيستم والاير ترمينيشن سيستم. طيب عشان اعمل ان انا اعرف المبنى بتاعي محتاج للايتنج بروتكشن سيستم ولا مش محتاج، بعمل حاجه اسمها الريسك اسيسمنت اي كالكيوليشن. لازم انا اكون عارف فيها الان دي والان سي والان جي والاي والاريا والسيهات دي كلها. ايه بقى الحاجات دي؟ الان دي هي اليرلي اكسبكتد لايتنج سترايك فريكوانسي اوف ذا ستراكشر. يعني ايه؟ يعني العدد اللايتنج سترايك المتوقعه اللي تضرب المبنى في السنه. بمعنى لو انا عندي مبنى معين عايز اعرف هو احتمال كام صاعقه تنزل عليه في السنه، هي دي الان دي وهتتحسب. طب الان سي، الان سي هو العدد المسموح به ان يحصل ان العدد المسموح به من السترايكس او من الصواعق اللي تضرب المبنى في السنه. بمعنى لو انا مثلا عندي مبنى بقول ان المسموح به ان لو في عندي صاعقتين هيضربوا المبنى في السنه مفيش مشكله، دي الان سي. يبقى ده التولرانس بتاعي. لو انا اقل منه، لو الان دي طلعت اقل من الان سي، يبقى انا مش محتاج ان انا اعمل ديزاين لللايتنج بروتكشن سيستم. طب لو طلع الان دي اكبر من الان سي، لا يبقى انا محتاج اعمل ديزاين لللايتنج بروتكشن سيستم. تاني نعيد الكلام عشان ما حدش يتوه، الان دي هي عدد الصواعق الفعليه اللي هتضرب المبنى. يعني لو المبنى ده في مكان معين من الحسابات هعرف كم صاعقه هتضربه في السنه. طيب ال ان سي هي عدد الصواعق المسموح بيها ان المبنى يضرب بيها في السنه. تمام، يبقى اذا لو عدد الصواعق اللي هتضرب المبنى في السنه اكبر من عدد الصواعق المسموح بيها، يبقى انا محتاج ان انا اعمل لايتنج بروتكشن سيستم. طب لو اقل يبقى انا مش محتاج، او بتبقى اوبشنال ممكن اعملها برضو، يبقى محتاج او مش محتاج براحتي. لكن لو ال ان دي طلعت اكبر من ال ان سي، يبقى لازم اعمل لايتنج بروتكشن سيستم. طب ال ان جي ديت، ال ان جي هي عدد الصواعق اللي هتضرب المبنى، سوري اللي هتضرب الكيلو متر من المكان اللي موجود فيه المبنى. يعني مثلا لو انا عندي المبنى ده موجود مثلا مبني في فدان من الارض، خلاص يبقى اذا الكيلو متر من الفدان ده عايز اعرف هيتضرب بعدد قد ايه من الصواعق عشان استخدمها في القانون بتاع الان دي. والسيهات دي كلها هنعرفها قدام شويه في الحسابات. يبقى اذا اول حاجه قلنا ان احنا بنحسبها بنحسب الان دي، ودي بتساوي الان جي في الاريا في السي 1 في 10 اس ناقص 6. يبقى اذا مطلوب مني اعرف يعني ايه ان جي ويعني ايه اريا وايه السي 1 ده. السي 1 هو ليه علاقه باللوكيشن بتاع المكان. يعني مثلا بيقول لي لو انت عندك المكان ده موجود او المبنى بتاعك موجود في مكان بحيث ان هو متحاوط بمباني اطول منه او حواليه اشجار، حول المبنى بتاعي حواليه اشجار او مباني اطول منه،
على مسافة تكون مثلا بتبعد عنه 3 اتش من ارتفاع المبنى، يعني على يعني المسافة ما بين المباني دي والأشجار قد 3 من ارتفاع المبنى بتاعي، يبقى أنا هنا هستخدم السي واحد بكام؟ 25%. طيب لو الاستراكشر بتاعي، لو المبنى بتاعي محاط بمباني قده في الارتفاع او اصغر منه في الارتفاع، لا ده انا كده بقى محتاج ان انا ازود في السي 1، لان كل ما هزود في السي 1 كل ما الان دي بتاعتي هتكبر، لان كده احتماليه ان انا يضربني صعقه بتزيد. هنا في الاول كان المبنى بتاعي محاط بمباني اطول منه، او كان محاط باشجار اطول منه، تمام؟ فبالتالي احتماليه ان يحصل له لايتنج كانت صغيره. ليه؟ لان السي 1 كانت 25%، فلما اعوض بيه هنا هيبقى رقم صغير. لكن لما الاقي ان المبنى بتاعي بدا يتحاط بمباني طوله او اقصر منه، لا يبقى كده احتماليه اللايتنج بتزيد، فبالتالي لقينا دي نص. طب لو هو ما حولهوش مباني، او لو هو ايزوليتد على هضبه مثلا ما حولوش اي حاجه، فبلاقي ان السي 1 ده بيكبر. كل ما السي 1 بيكبر كل ما بيزود لي الان دي، يعني بيزود لي احتماليه ان المبنى ده يضربه صاعق. طب ايه هي الاريا؟ الاريا اسمها حاجه كده اسمها الكولكتيف اريا، بتتحسب من القانون ده. اللينس بتاع المبنى في الويدث زائد 6 في الاتش، الاتش ده الارتفاع بتاع المبنى مضروبه في اللينس زائد الويدث زائد 9 زائد باي 9 اتش سكوير، تمام؟ ده قانون بحسب منه الاريا واقعد بيها في القانون ده. اخر حاجه هي الان جي، زي ما قلنا هي عدد الصواعق اللي بتضرب الكيلو متر من المكان اللي موجود فيه المبنى. بجيبها منين؟ بجيبها من الخريطه دي، تمام؟ الخريطه اللي قدامنا دي بيقول لي هلاقي هنا كده على الجنب اليمين، لو انا المبنى بتاعي واقع في المكان اللي باللون ده، يبقى انا هاخد الان جي بواحد، لو في اللون ده يبقى باتنين، لو في اللون ده. فاحنا عندنا مثلا ايجيبت واقعه في اللون ده، اللي هو سوري اللي هو اللون الاصفر ده، يعني هنلاقي مصر هنا كده تقريبا، تمام؟ يبقى بالتالي محتاج ان يكون الان جي بكام؟ ب10. طب احنا الحسابات دي كلها نقعد نعملها مانيوال؟ لا طبعا، الحسابات دي ما بتعملش مانيوال. في اخر الفيديو ان شاء الله، او بعد ما نخلص يعني الحسابات الديزاين، هوريكم شيت الاكسل اللي بيستخدم في اللايتنينج ديزاين. يبقى اذا الان جي بجيبها منين؟ بجيبها من الخريطه دي، تمام؟ المبنى بتاعي بشوفه واقع في انهي دوله من على الخريطه، وبالتالي على حسب الالوان دي بعرف ان انا اجيب الان جي. يبقى اذا انا كده جبت السي 1، تمام، وجبت الاريا وجبت الان جي، هعوض هنا هجيب مين؟ هجيب الان دي، تمام. عايز بقى اجيب الان سي عشان اقارنهم ببعض. الان سي برضو هلاقي ليها قانون. الان سي بتساوي 1.5 في 10 اس ناقص 3 مقسوم على سي 2 في السي 3 في السي 4 في السي 5. اذا ايه اللي مطلوب مني ان انا اكون عارفهم؟ السيهات دي. السيهات دي كلها ليها حاجات ليها علاقه بالمبنى، ليها علاقه بطبيعه المبنى. فمثلا السي 2، تمام، ده الكونستراكشن كوفيشن، يعني ليه علاقه بالكونستراكشن بتاع المبنى. المبنى مصنوع من ماتيريال، عباره عن ايه الماتيريال بتاعت المبنى، والروف عباره عن ايه. فمثلا لو المبنى بتاعي مصنوع من الميتال والروف مصنوع من الميتال، يبقى اذا نقطه التقاطع هي كام؟ يبقى انا هاخد السي 2 بنص. طب لو المبنى بتاعي نون ميتال والروف مثلا بتاعي ميتال، يبقى اذا السي 2 هاخده بكام؟ ب 1. طب لو الاستراكشر بتاع المبنى نون ميتال والروف نون ميتال، يبقى انا هاخد السي 2 بكام؟ ب 1، وهكذا. هقدر اطلعه من الجدول ده. طب السي 3، السي 3 ليه علاقه بالحاجات اللي جوه المبنى بتاعي بقى. لو حاجات ليها قيمه، حتى لو المبنى بتاعي مثلا مش طويل، زي المتاحف مثلا. المتاحف المتحف ما بيكونش طويل ولا حاجه، ورغم كده بعمل له لايتنج بروتكشن سيستم. ليه؟ لان المتحف لو ضرب بصعقه وحصل ان المتحف ده ولع او حصل فيه اي مشكله، الحاجات اللي جوه المتحف مش هقدر ارجعها تاني مهما حصل، لان دي اثار مش هترجع، يعني قيمتها عاليه جدا. وبالتالي لازما ان انا هنا باخد في الاعتبار ان انا بعمل له باخد هنا السي 3 بتاعه بكام؟ بنص. طيب لو مثلا عندي مبنى قيمته برضو عاليه، او طبعا الحاجات دي بتبقى جايه في توصيف المبنى، الكلام المكتوب ده بيجي في توصيف المبنى بتاعي، فبالتالي بقدر اختار السي 3 من هنا. طيب لو هو مبنى مثلا في حاجات قابله للاحتراق، او في كمبيوترز او الكترونكس، فالحاجات دي ببقى انا عايز احافظ عليها، فبلاقي ان السي 3 بتاعي بيزيد. طبعا اقوى او اكتر حاجه في الاهميه هي مين؟ هي اخر حاجه اللي هو الحاجات اللي هي الثقافيه بقى، زي برضو المتاحف بتخش ضمن الحاجات دي، فبلاقي ان السي 3 بيبقى كام؟ بيبقى 4. خلي بالك انا كل ما قيمه الان سي بتاعتي تصغر، تمام؟ ده معناه ان انا لما اجي اقارنها بالان دي، فالان دي هتبقى اكبر منها. يبقى اذا الحاجات دي كل ما القيمه بتكبر،
كل ما قيمه السي دي بتكبر كل ما الان سي بتصغر، تمام؟ وكل ما الان سي بتصغر كل ما هاجي اقارنها بالان دي فهتبقى صغيره بالنسبه لها، وبالتالي هلاقي ان انا محتاج للسيستم بتاعي لايتنج بروتكشن سيستم، تمام؟ يعني يا ريت الحته دي تكون مفهومه، ان انا السي بتاعتي كل ما بتكبر، لان هي موجوده في المقام هنا، كل ما الان سي بتصغر، وبالتالي لما اجي اقارنها بالان دي هلاقيها اصغر منها بكتير، وبالتالي هبقى محتاج ايه لايتنج بروتكشن سيستم. ده معناه ان انا كل ما السي بتاعتي هتكبر، تمام؟ ده معناه ان انا بقول ان انا كل ما هكبرها كل ما المبنى بتاعي هيكون محتاج بروتكشن اكتر، لانها هتصغر لي الان سي، ولما اجي اقارنها بالان دي هتبقى اصغر منها، فهتخليني محتاج لايتنج بروتكشن سيستم، تمام؟ طيب السي 4 ليها علاقة بان انا هقدر افضي المبنى بسرعة لو حصل مشكلة ولا مش هقدر، تمام؟ فلو هو المبنى ما فيهوش حاجة، مش يعني مبنى فاضي ما فيهوش حاجة، فاخد السي 4 بنص. لو عادي يعني مش مثلا مليان قوي هاخده بواحد. لو ان انا صعب ان انا افضيه زي مثلا مجمع التحرير، طبعا مجمع كبير زي ده صعب طبعا ان انا افضيه بسرعة، فاخد السي 4 بكام؟ بثلاثة. طيب برضو دي حاجة اسمها السي 5 ليها علاقة بالكونسيكونس بتاع اللايتنينج. لو ان انا ما اقدرش استغنى عن الخدمه او ان انا اقدر، لو انا اقدر استغنى عن الخدمه هاخد السي خدمه المبنى ده، اقدر استغنى عنه مثلا المبنى ده لفتره معينه، هاخد الايه؟ هاخد السي 5 بواحد. لو ان انا ما اقدرش استغنى هاخد بخمسه، وهكذا، تمام؟ يبقى اذا من الجدول دوت اقدر اطلع مين؟ السي 5. يبقى انا كده طلعت السي 2 والسي 3 والسي 4 والسي 5، ارجع للقانون دوت واعوض فيهم، يبقى انا طلعت قيمه الان سي، ومن فوق من هنا طلعنا قيمه الان دي، ابدا بقى اقارنهم ببعض. وبالتالي لو ال ان دي بتاعتي اصغر من او يساوي ال ان سي، ده بقى معناه ان عدد الصواعق اللي هتضرب المبنى في السنه اصغر من العدد المسموح به، وبالتالي انا مش محتاج لايتنج، او بيكون اوبشنال ان انا اعمله او ما اعملوش. لكن لو طلع عدد الصواعق اللي هيضرب المبنى في السنه اكبر من عدد الصواعق المسموح به، يبقى اذا انا محتاج هنا لايتنج بروتكشن سيستم. وزي ما قلنا في البدايه، طالما المبنى بتاعي محتاج لايتنج بروتكشن سيستم، لازم احسب مين؟ لازم احسب اللايتنج بروتكشن سيستم ليفل. احسبه ازاي؟ بروح اجيب حاجه اسمها الافشنسي. الافشنسي بتساوي 1 ناقص الان سي على الان دي، عوض الان سي على الان دي هنا واطرحهم من الواحد، هتطلع لي الافشنسي دي حاجه في المية، هضربها طبعا في 100 عشان تطلع لي ايه؟ نسبه مئويه من هنا. وعلى حسب بقى، لو الافشنسي دي طلعت 98% يبقى البروتكشن ليفل بتاعي كام؟ 1، دي اعلى حاجه طبعا. لو اللايتنج بروتكشن الافشنسي طلعت 95 يبقى البروتكشن ليفل 2، لو 90 يبقى 3، لو 80% يبقى هم دول الاربعه ليفل اللي موجودين عندي، وهنعرف هنستخدمهم في ايه دلوقتي، تمام؟ يبقى اذا لحد هنا عشان نلخص الموضوع، انا بدات ان انا بحسب الحسابات بتاعتي، ان انا عايز اعرف المبنى بتاعي هيحتاج لايتنينج بروتكشن سيستم ولا لا، ان انا عن طريق ان انا احسب الان دي اللي هي عدد الصواعق اللي هتضرب المبنى في السنه، والان سي اللي هي عدد الصواعق المسموح بيها تضرب المبنى في السنه. لو الان دي اصغر من ان سي يبقى انا مش محتاج لايتنينج بروتكشن سيستم، لو اكبر يبقى انا محتاج لايتنينج بروتكشن سيستم. طب الكلام ده عايزين نشوفه، هل ان انا اقعد احسبه مانيوال كده؟ لا طبعا، بنحسبه عن طريق شيت اكسل زي ما موجود قدامنا كده، تمام؟ شيت الاكسل في البدايه هنا بدخل له اسم البروجكت بتاعي، ويعني حاجات ليها خاصه بايه؟ اسم البروجكت والبيانات بتاعته. بعد كده بقى بيبدا يقول لي دخل لي اللينس بتاع المبنى بتاعك والويدث والهايت، تمام؟ فبالتالي طالما انا دخلت له دولت، هو بيحسب الايه؟ الاريا اوتوماتيك، مش هقعد بقى احسبها مانيوال بايدي ولا هقعد اعوض في القانون ده. يعني مثلا نيجي نجرب كده، لو اللينس بتاعي زاد خليته مثلا 40 متر، هنلاقي ان الرقم ده بيتغير. نركز تاني على الرقم ده، لو انا خليت اللينس بتاعي مثلا 50، الاقي ان الاريا بتتغير اوتوماتيك. يبقى اذا مش محتاج ان انا احسبه مانوال بايدي، بقى اشيل الاكسل خلاص متبرمج. لو الويدث مثلا غيرت فيه خليته 70، الاقي برضو ان الاريا ايه؟ بتتغير، تمام. طيب هنرجع نبص بعد كده، حسبت الاريا، دخلت له اللينس والويدث والهايت، وبالتالي هو حسب الاريا، تمام. السي 1 بقى انا هختاره من هنا. يعني مثلا لو اهو زي ما احنا كنا بنتكلم لسه في البرزنتيشن او في السلايدز، على حسب من هنا المبنى بتاعي محاط باشجار او محاط بمباني في نفس الطول بتاعه، وبالتالي اختار الرقم من هنا واكتبه هنا. هو هنا مثلا مختار نص، وبالتالي المبنى ده محاط بمباني في نفس طوله او في مباني اقصر منه.
طيب طالما جبت السي 1 وطالما جبت الاريا محتاج ان انا اجيب مين؟ الان جي. الان جي هنا اهيت قلنا ان مثلا ايجيبت الان جي بتاعتها بكام؟ ب 10. خلاص طالما انا دخلت له الارقام دي كده اوتوماتيك هو بيحسب مين؟ الان دي. تعالى كده نبص لو غيرنا مثلا في الان جي ونركز مع مين؟ مع الرقم ده بتاع الان دي. لو خلينا مثلا الان جي ب 10 سوري ب 20 بدل 10، ده معناه ايه؟ تتوقع الرقم ده يزيد ولا يقل؟ طبعا هيزيد. ليه؟ لان كده عدد الصواعق اللي بتضرب الكيلو متر من المكان الموجود فيه المبنى بيزيد، وبالتالي لازم الان دي تزيد. نخليها مثلا 20، نبص كده الرقم اوتوماتيك زاد لوحده. يبقى اذا الرقم اللي انا بدخله له هنا هو بيعوض بيه في القانون بتاع الان دي ويطلع لي قيمه مين؟ الان دي. طيب نيجي بقى للان سي. الان سي هنلاقي القانون هو كاتبه في الاخر بس، او القانون اهو تمام. وبالتالي برده هجيب السي 2 من هنا على حسب الاستراكشر بتاع المبنى مصنوع من ايه او معمول من ايه تمام. وهنا الحاجات اللي موجوده جوه المبنى السي 3، هنا السي 4 اللي هو امكانيه تفضيل المبنى، والسي 5، وعوض بيهم هنا في القانون ده يطلع لي مين؟ الان سي. هو بقى بيقارن اوتوماتيك، هو بيقارن اوتوماتيك ما بين مين؟ ما بين الان دي والان سي، وبالتالي بيكتب لي هنا بيطلع لي نتيجه في الاخر. هو طبعا هنا المبنى ده كان محتاج فقال لي ان هو شود بي انستول. طيب لو الان سي طلعت اكبر من الان دي، او لو سوري لو يعني هي لو الان دي اصغر من الان سي هيقول لي هنا ايه؟ هيقول لي هنا ان هو اوبشنال او ان انا مش محتاج لايتنج بروتكشن سيستم. اذا ده شيت الاكسل اللي بيساعدني في الحسابات ما بعملهاش مانيوال طبعا. خلاص يبقى اذا لحد هنا اعتقد الموضوع واضح وبسيط. طيب لو طلع ان انا مش محتاج لايتنج بروتكشن سيستم يبقى انا اخري في الديزاين لحد هنا كده. سوري لحد هنا، لحد الحته دي كده اخري في الديزاين هيبقى لحد هنا لو طلع ان انا مش محتاج لايتنج بروتكشن سيستم. طب لو طلع محتاج بقى لايتنج بروتكشن سيستم يبقى انا لازم اعرف الليفل بتاع اللايتنج بروتكشن سيستم ده ازاي. انا اروح اجيب الافشنسي، من خلال الافشنسي اجيب من قصادها مين؟ اللايتنج بروتكشن سيستم. وطالما بقى انا محتاج لايتنج بروتكشن سيستم يبقى انا لازم اعمل ديزاين لتلات الحاجات اللي انا قلت عليهم في البدايه، اللي هم مين؟ اللي هو الاير ترمينيشن والداون كوندكتور والايرث ترمينيشن، اللي هم التلات حاجات دول. طالما ان انا هبدا اعمل ديزاين لللايتنج بروتكشن سيستم لازم أنا اعمل ديزاين لتلات الحاجات دول. طيب نبدا باول حاجه وهي الاير ترمينيشن سيستم. الاير ترمينيشن سيستم ممكن تبقى رودز، ان انا احط رود فوق المبنى كده هو اللي يستقبل لي الايه؟ هو اللي يستقبل لي الصاعقه. طيب الرود ده بيفضل ان هو يكون بيصنع زاويه او اكبر زاويه بصنعها مع سوري اكبر زاويه بصنعها مع حافه المبنى بيكون 45 درجه تمام. ده اكبر زاويه يكون بيصنعها، ما ينفعش يكون اكبر من كده تمام. طيب ولكن يفضل تمام ان انا كل ما هصغر في الزاويه دي طبعا كل ما عددهم هيزيد، ان انا هستخدم اكتر من رود بقى مش رود واحد. يفضل ان هو يكون ايه؟ ان يكون الزاويه 30. يبقى انا لو هستخدم رودز طيب من قبل ما اقلب الصفحه ديت انا محتاج ان انا اكون عارف ايه في الرود دوت. محتاج ان انا اكون عارف الارتفاع بتاعه، هجيب رود ارتفاعه قد ايه وهيحمي لي وهخليه يحمي بانجل قد ايه تمام، والجزء اللي هيحميه هيكون عامل ازاي تمام. يبقى اذا في الرودز دي تمام انا محتاج اول حاجه اعرف عدد الرودز. يبقى هعوض في القانون ده اللي هو الدي بيساوي ال2 جذر 2 ار اتش ناقص اتش سكوير. ايه هي الدي؟ هي الديستانس ما بين كل رود والتاني. يبقى انا هاجي ما بين فوق المبنى كده واحط الرودز اللي هي بتكون بالشكل ده كده تمام. طيب هعوض في القانون ده الاتش ده اللي هو الارتفاع بتاع الرود بتاعي، والار هي الريديوس بتاع الرولينج سفير اللي هو الجزء اللي هيحميه الايه؟ الرود بتاعي ده. طيب بجيب الحاجات دي منين بقى عشان اقدر اطلع الدي؟ بالنسبه للار ايوه من خلال مين؟ من خلال اللايتنج بروتكشن سيستم ليفل. اذا عشان كده قلنا ان انا لازم في البدايه اعرف الليفل بتاع اللايتنج بروتكشن سيستم بتاعي. وبالتالي لو انا مثلا في الليفل رقم 1 هختار ان الرولينج سفير بتاع الار ده يكون كام؟ يكون 20. لو في ليفل 2 يبقى الار دي هعوض عنها بكام؟ ب 30 متر. لو ليفل 3 45 متر. لو ليفل 4 يبقى 60 متر. هعوض بيها. طب بالنسبه للاتش اجيبها منين؟ الاتش بجيبها من هنا، ان انا هقول ده المحور واي هيبقى عليه الالفا اللي هي الانجل بتاع الحمايه بتاعتي تمام، والاتش ده ارتفاع الايه؟ الرود. فلو انا مثلا هستخدم رود 10 متر ارتفاعه 10 متر وعايز احمي بانجل 30 فهاجي هنا مش هينفع تمام. سوري لو انا مثلا ليفل 1 ما ينفعش ان انا استخدم رود ايه 10 تمام، لان مفيش ايه تقاطع. فبالتالي لو انا ليفل 1
اول حاجه هقدر استعملها ان يكون الايه، يكون ال معلش تمام، انا ممكن يكون الارتفاع بتاعي، سوري، يكون الارتفاع بتاع الرود بتاعي 10 متر، بس هحمي بانجل كام؟ هحمي بانجل 45 هنا كده، تمام. طيب يبقى بالتالي عشان اجيب الارتفاع انا هاجي مثلا لو انا هحمي بانجل 40 وامشي كده وانزل اجيب ارتفاع الرد بتاعي، تمام. يبقى اذا كده جبت الارتفاع من هنا من الشكل دوت، جبت الار من هنا، اذا اقدر احط اعوض بيهم هنا واجيب الديستنس ما بين كل رد والتاني، واقدر احطهم واثبتهم فوق المبنى، تمام. يعني لو انا عملت مثلا ديزاين ولقيت ان ان المبنى بتاعي محتاج لايتنج بروتكشن سيستم، وقررت ان انا هستخدم طريقه الرودز دي، يبقى انا اذا هعوض في القانون ده عشان اعرف الديستانس ما بين كل رود والتاني، هجيب الار او الريديوس من الجدول ده وهجيب الاتش من الجراف ده، او ممكن استخدم جدول زي ده كده. بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو انت شغال في ليفل 1 تمام، والهايت بتاع الرود بتاعك 1 متر، يبقى اذا الديستانس ما بين كل رود والتاني هتبقى 2.75 من 100 متر، والانجل هتبقى 70، ولو ليفل 2 كذا. طب لو ارتفاع الرود مثلا 5 متر، يبقى اذا الديستانس ما بين كل رود والتاني كذا والانجل كذا، لو ليفل 2 الديستانس كذا والانجل كذا. اذا الجدول ده يريحني بدل ما اروح للرسمه دي وللجدول دوت واريح نفسي من الاخر، واشتغل بالجدول دوت هيكون اسهل عليا، تمام. يبقى اذا دي اول طريقه من طرق الحاجات، الحاجه اللي هتستقبل الشحنات من السحابه، تمام، او اول حاجه في نظام في السيستم بتاع الاير ترمينيشن هي الرودز. طيب تاني حاجه ممكن استخدمها هي الكومبوننت بتاعتي اللي موجوده فوق المبنى. لو عندي مثلا خزان بتاع ميه او اي ماشين فوق، ممكن استخدم الانكلوجر بتاعها او الجسم المعدني الخارجي بتاعها كحاجه تستقبل هي الشحنات بتاعه اللايتنينج. بس ده دي حاجه مش مفضله، يعني هضطر ان انا استغنى عن الماشين دي، ان انا ما استخدمهاش، يعني ما المس الجسم بتاعها، لان ممكن تتراكم شحنات عليها ويروح انسان يلمسها فالشحنات تتفرغ فيه ويمر من خلاله تيار فيسبب للانسان ده مشاكل. وبالتالي لو انا هستخدم الاجزاء المعدنيه اللي فوق المبنى دي، هبقى انا مش يعني هقول ان محدش هيوصل لها، هعمل حواجز مثلا محدش يوصل لها عشان محدش يسبب له اي مشاكل. السنتر وايرز دي بتبقى عباره مثلا عن عمود كده وعمود كده وفي كابل متوصل ما بينهم، ودي بتبقى في المباني اللي طولها مش كبير، لان اكيد مثلا مش هيكون مبنى مثلا 100 متر ارتفاعه 100 متر وهجيب انا رد 100 متر واجيب رد 100 متر واعمل كابل كده ما بينهم، طبعا ده مش منطقي خالص، تمام. يبقى اذا لازم يكون المبنى بتاعي مش طويل. طيب اخر طريقه من طرق الاير ترمينيشن اللي هي المجد ميثود، ودي اغلب الطرق المستخدمه هي وطريقه الرودز. الرودز والمجد ميثود دي من اكتر الحاجات اللي بتستخدم. المش بيكون طريقتها بالشكل ده كده، ان انا بعمل مش على الايه، على السقف بتاع المبنى بتاعي، بعمل المش دي الدايمنشن بتاعتي مثلا، يعني مثلا مش زي دي هي 4 في 3، ادي 3 وادي 4، يبقى دي 3 في 4 مثلا، تمام. دي طبعا رسمه توضيحيه، مش رسمه بجد، يعني لان مش حاسمها 3 في 4، تمام. طيب اجيب ازاي المش دي؟ عايز اعرف هي كام في كام؟ عن طريق برضو مين؟ اللايتنج بروتكشن سيستم ليفل. لو انا شغال في ليفل 1 يبقى المش بتاعتي هتبقى 5 في 5. 5 في 5 معناها ايه؟ معناها ان لو المبنى بتاعي ده مثلا 20 في 20، 20 في 20 متر، يبقى اذا المربع الواحد ده هيبقى كام؟ او الحته دي هتبقى كام؟ طبعا هقسم لخمس مربعات، يعني هيبقوا هنا كده خمس مربعات وهنا خمس مربع، كام بقى؟ الله اعلم. انا خمس مربعات برضو ليه؟ مش هم 5 في 5، يعني لازم خمس مربعات كده وخمس مربعات كده، تمام. طيب وانا قلت ان المبنى ده الضلع ده 20 متر والضلع ده 20 متر، طب ودول خمس مربعات، يبقى الحته دي هتبقى كام؟ 20 على 5 فيها ال 4، يبقى اذا الحته دي 4، يبقى امشي كده 4 متر واعمل ايه؟ الكوندكتور ده 4 متر واعمل الكوندكتور ده 4 متر واعمل الكوندكتور ده، وهيبقى في كمان واحده ايه هنا كده، تمام. طب لو ليفل 2 يبقى المشي بتاعتي دي هتبقى 10 في 10، 10 في 10، تمام. طيب سوري انا بس في لخبطه حصلت، سوري. لو ليفل 1 معلش 5 في 5 معناها ان المربع ده هيبقى 5 متر في 5 متر، تمام. طيب فلو الضلع بتاعي ده 20 متر معناها ان انا هيبقى عندي كام مربع؟ 4 مربعات، يبقى اذا 5 متر في 5 متر ده مش عدد الايه المربعات.
يبقى اذا لو انا شغال في ليفل 1 يبقى المشي بتاعتي هتبقى 5 متر في 5 متر المشي الواحده، تمام؟ طيب وبالتالي لو انا عندي الضلع ده المربع ده كده اسمه ايه؟ جزء من المشي. طيب يبقى اذا المشي بتاعتي تبقى 5 في 5، ده معناه ايه؟ معناه ان لو الضلع ده 20 متر، تمام؟ طيب المشي دي الضلع بتاعها ده 5، يبقى اذا انا محتاج كام؟ محتاج 4 مربعات جنب بعض هنا. طب وهنا محتاج برضو 4 مربعات. طيب لو انا بتكلم في ليفل 2 بقى، ليفل 2 ده اقل اهميه شويه، فهلاقي ان هو بيقول لي كام؟ 10 في 10. يبقى بدل ما كنت بقسم 5 كده، لا هقسم ايه؟ 10 و10، يعني طول الضلع ده هيبقى 10 متر، وبالتالي لو المبنى ده 20 متر هلاقي نفسي بقسمه لايه؟ لاثنين بس. يبقى اذا ليه؟ لان اهميته قلت شويه. طب ليفل 3 يبقى الاهميه قلت اكتر، يبقى 15 في 15، تمام؟ يعني المشي بتاعتي تبقى طول ضلعها كده 15 وطول الضلع ده 15. طب لو ليفل 4 20 في 20، المشي اللي هي الايه؟ المربع الواحد ده بس كده، 5 في 5 او 10 في 10 او 15 في 15، بس انا كنت اتلخبطت في الاول، تمام؟ طيب بالنسبه دي كده المشي، يبقى اذا عن طريق اللايتنج بروتكشن سيستم ليفل بتاعي اقدر اعرف ابعاد المش بتاعتي، وبناء عليه من ابعاد المبنى من الطول والعرض اعرف هيكون في كام مربع كده بالعرض وكام مربع ايه بالطول، تمام؟ طيب ده كده كان نظام الاير ترمينيشن سيستم، اما ان انا استخدم رودز او ان انا استخدم ناتشرال كومبوننت او ان انا استخدم السنتري وايرز او ان انا استخدم المش دي ايه ميثود. طيب تاني حاجه في الكومبوننتس بتاعتي هي الايه؟ هي الداون كوندكتور. الداون كوندكتور بعرفها ازاي؟ اهو الداون كوندكتور دي زي ما احنا شايفين كده في الرسمه دي مثلا، تمام؟ هو الحاجه اللي بتاخد من المش من فوق وتنزل الارض، هو الداون كوندكتور ده كده، ده داون كوندكتور، او في الرسمه دي مثلا داون كوندكتور. فانا في ايه اللي انا محتاجه في الداون كوندكتور؟ ان انا اعرف المسافه ما بين كل كوندكتور والتاني. فالمسافه هجيبها منين؟ هجيبها برضو من اللايتنج بروتكشن سيستم. لو انا شغال في ليفل 1 يبقى المسافه ما بين كل كونداكتور والتاني هتبقى 10 متر، ولو شغال في ليفل 2 برضو هتبقى 10 متر، لو شغال في ليفل 3 هتبقى 15 متر، لو شغال في ليفل 4 هتبقى 20 متر، تمام؟ فتعالى نفترض كيس كده معينه. لو احنا افترضنا ان انا شغال في ايه؟ في مبنى وطلع معايا ليفل 1، تمام؟ ليفل 1 معناها ان المش بتاعتي بقت كام؟ 5 في 5. اذا طول الضلع ده 5 وطول الضلع ده 5. طيب الداون كوندكتور بتاعي هيبقى كام؟ هتبقى المسافه بين كل داون كوندكتور والتاني هتبقى 10 متر. اذا هعمل ايه؟ هعمل مش زي اللي قدامنا دي، وافترضها ان هي 5 في 5، يعني طول الضلع ده 5 وطول الضلع ده 5. اذا هنزل من هنا بايه؟ باول داون، اول داون كوندكتور هيبقى هنا كده، تمام؟ طب وتاني داون كوندكتور انا شغال في ليفل 1 صح؟ يبقى اذا طول الضلع ده كام؟ 5، وده 5، يبقى هنزل بالتاني داون كوندكتور من هنا كده، ده مش هيبقى موجود. يبقى اذا اول داون كوندكتور هنا والتاني داون كوندكتور هنا. ليه؟ لان في الداون كوندكتور مفيش خمسات، في ايه؟ في 10، اول حاجه عندي 10. يبقى اذا هبدا ان انا المسافه ما بين داون كوندكتور ده والداون كوندكتور ده تبقى 10 متر، لان ده طول الضلع ده 5 وده 5، تمام؟ وبرده اللي جاي هيبقى هنا كده، وهبدا امشي برده حوالين المبنى بنفس النظام ده كده تماما، تمام؟ طيب لو انا شغال مثلا في ليفل 3، لو انا شغال في ليفل 3 هلاقي ان كل داون كوندكتور والتاني تبقى المسافه ما بينهم 15 متر، وفي المش نفسها اصلا هتبقى ايه؟ 15ات برضه. يبقى اذا لو انا فرضت ان طول الضلع ده 15 متر مثلا، يبقى اذا الداون كوندكتور ايه؟ هيبقى ماشي مع المش، لان هنا 15 وهنا 15، فهيبقى ماشي مع المش بالظبط. يعني انا هاجي من نقطه التقاطعات دي وهنزل بداون كوندكتورز، لان الاطوال زي بعضها، هنا 15 وهنا 15 متشابهين مع بعض. وكذلك برضو في ليفل 4 20 و20، فهاجي عند نقطه التقاطع دي وايه؟ وهنزل. هو الاختلاف بس في ليفل 1 وليفل 2، لان او حتى ليفل 2 كمان هنا 10 وهنا 10، فما فيش اختلاف، فهاجي من نقطه التقاطع دي وانزل. لكن الاختلاف بس بيكون في ليفل مين؟ في ليفل 1، لان هنا في 5 وهنا ايه؟ وهنا 10، فبالتالي مش ما بيبقاش من نقطه التقاطع. يبقى اذا دي تاني حاجه عملت لها ديزاين هي الداون كوندكتور. اخر حاجه بعمل لها ديزاين في النظام بتاعي هو الايرث ترمينيشن، ودي طبعا مش هنشرحها لان احنا شرحناها في فيديو كامل قبل كده في الايرسنج، ازاي اعمل بير الايرسنج وازاي احقق المقاومه اللي انا عايزها. فبالنسبه مثلا في اللايتنج بروتكشن سيستم بتاعي ببدا ان انا احقق مقاومه قيمتها 10 اوم، تمام؟ وكنا مدين برده شيت اكسل مع الفيديو بتاع الايرسنج، ازاي ان انا استخدم شيت الاكسل دوت، نقدر نرجع للينك دوت نعرف منه ازاي نحقق المقاومه اللي انا عايزها، وازاي اعمل ديزاين للايرث ترمينيشن. ده كده ببساطه الايرثنج، سوري اللايتنج بروتكشن سيستم.
اتمنى ان شاء الله ان هو يكون واضح، او ان انا اكون قدرت اوضح ازاي اعمل ديزاين لللايتنج بروتكشن سيستم. هو الموضوع بسيط وكلها معادلات بنعوض فيها. الفكرة بس ان احنا نكون فاهمين يعني ايه لايتنج، وازاي اتعامل معاه، وازاي اقدر احمي المبنى بتاعي من اللايتنج بروتكشن سيستم. كالعادة برضو لو حد عنده اي مشكلة مش واضحة في الفيديو، او اي معلومة مش واضحة، او اي نقطة مش واضحة في الشرح، ممكن يكتب في كومنت على البوست، او ممكن يبعت لي في مسج، وان شاء الله احاول اوضحها. شكرا.